بتقول: خطوات هامة للسيطرة على السكري مدى الحياة، أهمها الحصول على رعاية منتظمة للجسم. السكري من الأمراض المزمنة اللي بيسبب في إهماله مضاعفات صحية كتير زي تصلب الشرايين، وعشان كده في بعض الإرشادات للحفاظ على مستوى السكر في الدم، أهمها المواظبة على الأدوية والالتزام بتعليمات الطبيب وتجنب الحزن والعصبية نهائيا. كمان التغذية السليمة عن طريق تناول أطعمة منخفضة السعرات الحرارية وتقليل الأملاح، كمان الاهتمام بأكل الفواكه والخضروات، وطبعا استبدال المشروبات الغازية بالمية العادية جدا، لأنها ليها دور كبير في تنشيط الدورة الدموية في الجسم. وعشان نعرف أكتر عن الخبر معانا هاتفيا دكتور ثروت عبد المعطي، استشاري السكر والغدد الصماء. أهلا بحضرتك دكتور ثروت. اهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدين قناه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. ممكن يا دكتور حضرتك تكلمنا اكتر عن الارشادات اللي بتساعد اننا نحافظ على مستوى السكر في الدم؟ طبعا حضرتك، مرض السكر هو اكثر امراض الغدد الصماء انتشارا وبيزداد انتشارا في العالم، ومصر تصنف من الدول التي بها مرض السكر كثيرا. يعني تمام، مرض السكر أول خطوة في علاجه تعليم المريض كيف يتعامل مع مرض السكر، ولأن مرض السكر لم يعد خطرا كبيرا على الصحة طالما التزم المريض ونظم حياته اليومية واتبع تعليمات الطبيب. تمام. أولى خطوات العلاج وتمثل 50% من العلاج هو تنظيم الغذاء واختيار الغذاء الصحي المناسب. وبدون تنظيم الغذاء لن يتم ضبط السكر مهما كان نوع العلاج الموجود. تمام. ثاني الخطوات هي الرياضة. الرياضة تمثل دور كبير جدا، سواء كانت رياضة حقيقية أو المشي، يساعد أكيد على حرق السعرات الحرارية وتنشيط الدورة الدموية. تمام. ثالثا العلاج واختيار العلاج، هنا هو دور الطبيب يختار للمريض ما يناسب حالته وسنه ونوع السكر لديه، إذا كان من النوع الأول الذي غالبا يحتاج إلى الإنسولين، وإذا كان من النوع الثاني الذي غالبا ما يحتاج إلى الأقراص مع تنظيم الغذاء والوزن والرياضة. ودور المريض يلتزم بجرعات ومواعيد العلاج دون تغيير. تمام. إلا بأمر طبيبه المعالج. طيب دكتور، لو اتكلمنا عن أهمية الأطعمة أو النظام الغذائي، في أطعمة معينة ممكن تساعد على أننا نحافظ على مستوى السكر في الدم؟ بالتأكيد، النظام الغذائي كما قلت لحضرتك هو أساس علاج السكر، ولابد أن يقوم أولا قبل نوع الطعام كيفية توزيع السعرات الحرارية والطعام على مدار اليوم. تمام. مريض السكر يجب أن لا يظل فترات طويلة بدون سعرات حرارية، ويجب أن يتم تقسيم الوجبات على مدار اليوم، ويجب أن يتعلم فن توزيع السعرات الحرارية. تمام. بالتأكيد على رأس السعرات على رأس الأغذية الضارة للمريض هي الكربوهيدرات والنشويات والسكريات. تمام. يجب على المريض أن يقلل من هذه الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، وأولها الخبز والأرز والمكرونات والمعجنات، ثانيها الحلويات الصريحة مثل العسل، الحلاوة، الطحينية، كل هذه المشتقات. دكتور بشكر حضرتك جدا يا دكتور على المداخلة وتوضيح الخبر معنا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور ثروت عبد المعطي، استشاري السكر والغدد الصماء. شكرا جزيلا. تاني خبر معنا بيقول: طرق للتغلب على هشاشة العظام بعد انقطاع الطمس، منها تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم. خطر إصابة المرأة بهشاشة العظام بيرتفع بعد انقطاع الطمس، وده بيرجع لإنتاج هرمون الأنوثة الأستروجين، فبيؤثر بالسلب على صحة العظام. وممكن للمرأة تجنب هشاشة العظام عن طريق الأغذية الغنية بالكالسيوم واللي بتحافظ على صحة العظام، زي اللبن وزي كمان الزبادي. وطبعا تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د ده مهم جدا، زي الأسماك البحرية وخصوصا السالمون والماكريل، وطبعا التقليل من شرب الشاي والقهوة لأنهم بيرفعوا من معدل تصريف الكالسيوم عبر الكلى. ثالث خبر معنا بيقول: نصائح لتجنب مشكلات تسببها الكمامة، حافظ على نظافتها. في بعض المشاكل اللي بتسببها الكمامة أثناء ارتدائها يوميا، ومن أخطرها إنها بتعمل أضرار للرئة، وخاصة القماشية، النوع القماش اللي فيه ناس كتير قوي بتلبسه الأيام دي، لأنها ممكن تسبب التسمم بثاني أكسيد الكربون، كمان بتقلل من دخول الأكسجين لأنسجة الجسم. كمان في بعض الحاجات اللي لازم نعملها عند ارتداء الكمامة يوميا، زي ترطيب الوجه جيدا قبل ارتداء الكمامة،
ونحافظ كمان على نظافة البشرة ونعومتها. كمان استخدام المرطبات بعد خلع الكمامة، والخبر ده يا ريت ما نستهونش بيه ابدا، لانها كلها حاجات مهمة جدا جدا مع الارتداء المستمر للكمامة في وقتنا الحالي. خبر كمان معانا بيقول تناولها باستمرار، أطعمة صحية لتقوية النظر. في بعض العادات الصحية للحفاظ على النظر والبصر، ومن أبرز العادات دي تناول الأطعمة الصحية، منها الأسماك خاصة السالمون والسردين لأنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية واللي بتحافظ على العين من الجفاف. كمان الخضروات الورقية زي الكرنب، ودي لأنها بتساعد في وقف تطور الضمور البقعي. وطبعا البيض والفواكه زي البرتقال زي التوت لأنهم بيحتووا على فيتامينات بتحمي من العمى الليل. كمان خبر معنا النهاردة بيقول فوائد عديدة لتناول الخيار يوميا بيرطب الجسم. تناول خيارة يوميا بيدي جسمك نسبة كبيرة من المية، كمان بيعزز من عملية نقل المواد الغذائية وبينظم درجة حرارة الجسم، وبيساعد على إزالة السموم من الجسم، كمان بيكافح الإمساك، بيحافظ كمان على لياقة الجسم، وطبعا بيحتوي على البوتاسيوم المرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. والأهم من كل ده كمان إن احنا نستخدم الخيار كسناك بين الوجبات علشان نسد بيه جوع، وفي نفس الوقت هو بيحسس بالشبع علشان نسبة المية العالية اللي فيه، فهو حاجة مهمة جدا ورخيصة جدا وتقريبا موجودة في كل بيت. خلصت فقرة أخبارنا، هنطلع مع بعض فاصل ونرجع نكمل بقية فقراتنا النهاردة في عيادة تن. استنونا مرة تانية.